هنا بنجدد التحية بيكم. وزي ما بنقول ازاي نربي ولادنا بشكل اكتر ايجابية، الكلمة دي بنسمعها كتير، نسمع اوقات كتير يتقال انت بتربيه بطريقة غلط، الاسلوب ده مش هينفع معاه، كتير قوي من النصايح اللي بنسمعها يمكن من الاجداد كمان، وبنشوف ان هم ربوا ابائنا بشكل ايجابي، طلعوا فعلا ناس تقدر ان هي تفيد نفسها وتفيد مجتمعها. يا ترى ايه اللي اختلف في التربيه زمان عن دلوقتي، وايه فكره الايجابيه وايه معناها في الوقت الحالي؟ اكيد كتير من الاسئله هنتعرف عليها اكتر من خلال حوارنا مع ضيفتنا اللي منورانا النهارده، الدكتور ايمان حسن، علم نفس بجامعه حلوان. اهلا وسهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم، واهلا بجميع مشاهدينا، وكل سنه وحضراتكم طيبين. وانت طيبه يا دكتور. دكتور كده خلينا في البدايه نقول قبل ما نستفيد باساليب التربية، بس احنا بنسمع ويمكن مؤخرا كلمة التربية الإيجابية، كلمة بتتردد كتير، لكن احنا عايزين نعرف ما هي الإيجابية في التربية. حلو قوي الكلام. والتربية الإيجابية موضوع شائع دلوقتي ومتدارج بين الأمهات والآباء والمربيين. فنيجي في الأول، هو الكلمة دي جت منين؟ يعني التربية الإيجابية مش هقول كمعناها كمفهومها، لا، هو تدارج المصطلح دوت. مبدئي التربية والتنشئة هو عنصر أساسي مهم جدا في تكوين شخصية الطفل. تمام. فليه مبادئ وأسس وقيم علشان يبقى الطفل يطلع فعال في المجتمع. طيب. يطلع طفل سوي. فمن هنا بقى ان هو التركيز على الفعل الجيد وليس التركيز على الفعل السيء هو جاء منشأ مفهوم في علم النفس اللي هو التربية الإيجابية. التربية الإيجابية. أو. طيب. فالتربية في منشأها التربية الإيجابية هو الحث على تغيير المعتقد مش السلوك الظاهر. تمام. ده هايل. يمكن حتى في قبل ما نبتدي مع حضرتك يمكن كنا شايفين اغنيه لنانسي عجرم. أيوة. وهي يعني شخبط شخبيط، يعني تمام. الفكره كلها ان الطفل ممكن يعمل ده، يعبر، يعني يمكن هي كانت الاغنيه بتحس على كيفيه التعبير. تمام. وان هو ممكن يكون بيرسم مستقبله. تمام. يمكن ده اللي طلع من الاغنيه، لكن انا عايزه اعرف ازاي انا المح في ابني السلبيات واحاول ان انا يعني امحيها واحول سلوكه السيء او السلبي الى سلوك ايجابي يقدر يفيدني ويفيده هو شخصيا بيه في البداية. تمام. وده بقى من خلال اساليب التربيه الايجابيه اللي احنا ممكن نعملها في البيت من غير احنا ما نشعر ان احنا بنعمل اساليب، بس المهم اكون انا عارفه طبيعه الطفل ده ايه. اول حاجه التواجد، ان انا عشان احصل ان انا اعلم صح او اسلوب تربيه صح اكون سياسه التواجد في البيت. ان انا على الاقل اكون متواجده مع الطفل شويه في البيت، لالعاب، للمرح، لقضاء وقت ممتع، لاشغال الوقت ومش وقت فراغه باي حاجه، بس هو من اهتماماته هو. تمام. فانا اظهر من هنا واحده واحده تدريجيا ايه سلوك جيد. تمام. فيفهموا على المدى البعيد ده. اول حاجه التواجد على المدى البعيد انه بيرسخ طبيعه الثقه والاطمئنان والامان، عشان بعد كده الطفل يجي مطمن لي، مطمن ويحكي بعد كده، يبقى انا تغاضيت عن سلوكيات سيئه في المدى البعيد ان هو مش موجوده. تمام. ده اول طمع. حاجه التواجد. طمع. تاني حاجه التعاطف والاحترام المتبادل. لما يكون انا بيبقى ليا طريقه وحده الصوت بتاعتي بطريقه، ويبقى في حزم في البيت وقواعد، لان لو انا سبت الدنيا كده انا مش هعرف بعد كده اقول ده تربيه واعمل التربيه الايجابيه. لا، ان انا لازم اكون احس ان في رولز في البيت، في حدود وفي ليميت وفي سياسه التحفيز والتشجيع على العمل الجيد. تمام. وليس المدح. طيب، يعني ممكن اقولها بطريقه ثانيه وانت برضو صحي لي لو مفهومي غلط. اتفضلي. ممكن نقول اتبع سياسه الثواب والعقاب، دي هتنفع مع الاطفال في بدايه التنشئه، ولا التحفيز الاول وبعدين ابتدي اقلبها لثواب وعقاب؟ هو في ناس بيبقى بيفهموا كلمه التحفيز غلط، ان هو التحفيز مش مادي او ان انا اجيب له حاجه يلعب بيها او كده. لا، ممكن ان انا سياسه التشجيع الاول وليس ان انا ادي له مدح او ثناء عليه. ممكن الثناء ده يسمعه ان انا بثني عليه بس من طريقه مباشره. يعني طبعا. ممكن اكون انا قاعده مع حد انا عارفه ان هو بيسمعني، بس على الاقل ان انا اقول كلمتين بيديله الامان والثقه. ان هو حس على المدى او عمل حاجه كويسه، بس مش شرط اقوله مباشره. تمام. ده حاجه. الحاجه الثانيه ان انا من ضمن الاساليب ان انا عايزه اشجع، لازم ان انا سياسه التعبير عن الراي، المشاركه. يبقى قاعدين في البيت، وان انا اوجد لما يكون في مشكله اتعرض لها الطفل او في البيت انا اشرك الحوار من التواجد برضو،
هم يعني الاطفال يفضلوا يحاولوا يفكروا يطلعوا بالحلول ازاي. تمام. بس مش ان انا اساعده فيه، لا انا عايزه افكر وعايزه اديله احساس بالثقه ان انا بعتبره كيان معايا في البيت مش اله، هو يحل وهو يقدر يحل. طيب سواء سياسه الثواب والعقاب حلوه جدا، بس بقى مش فكرة. لازم الاباء والامهات يفهموا سياسه عالم الطفل ده ايه، فهم مراحل نمو الطفل. يعني الطفل اللي هو سنتين ده بيكتشف العالم المحيط والبيئه المحيطه، عايز يكتشف لانه لسه بيتعرف على الحاجه. طيب اللي هو 9 شهور ده والشهور ده مش سياسه الشغب والفوضويه عنده، لا ده عنده شغف بمحاوله والتكرار. تلاقيه يفضل ماسك الحاجه يفضل يعملها، عجبته يفضل يكررها نفس الفعل. طيب الطفل اللي هو مرحله سن ما قبل المدرسه ده بيبقى عنده سياسه الابتكار بقى وعنده الخيال بتاعه واسع فانتزي، فتلاقيه مش سياسه الكذب، لا هو ليه عالم بيعمل دراما مع نفسه. بيعمل دراما مع نفسه. طيب الله المراهق كده الفتره اللي قبل المدرسه مش كده، لا مش كده، ده هو الخيال بتاعه. طب قولي لي هقدر ازاي افصل، ودي شعره بسيطه جدا بين الكد وبين الخيال الواسع، هقدر ازاي اقدر اعلمه ان ده خيالك، يعني خليك يعني عيش مع خيالك إن وقولي أنا بس ما تكذبش. تمام. انا بكون متواجده معايا لما بيفضل يحكي، انا بسمع القصه، سياسه الانصات ان انا ابقى انصت، واتصال فعال بقى، مهارات الاتصال ابقى انا متواجده، مش ان انا اسمع الحاجه واروح مطنشاها. ما يمكن اساسا اللي هو بيحكي ده هو كان رغبات مدفونه عنده، هو عايز يعني بيظهرها لك بطريقه ان انا محتاج ايه، او ان انا عايز عطف ايه، فتلاقيه يعيشك القصه ويفضل في مجال متمادي فيها. طب انا عايزه افصل ما بين الواقع والخيال، دي مرحله طبيعه، مرحله ان هو طبيعي فيها، فانا ما ازعلش لان انا فاهمه طبيعه المرحله، مش صدمات. طبعا. في ناس بيبقى مش عارفين فبيصدموا بالواقع ويفضلوا بقى ايه يعاقبوا. والعقاب ده اشد انواع الايه، صعب جدا قبل ما قبل المدرسه. تمام. فانا افصل ان انا المرحله ده يعديها. افصل بقى، لان ده ما بين شعره اللي حضرتك قلتي عليها، ما بين سن المدرسه وسن ما قبل المدرسه. دخل المدرسه، دخل المدرسه هنبتدي بقى الشعور ده يقل، الفانتازي والخيال بتاعه ده يبتدي يقل. امال ليه انا بكتشف السلوكيات الخاطئه اللي هو منهم الكذب. الكذب ده شائعه في سن المدرسه، وعلى 9 سنين تقريبا بيبقى اشهر السلوكيات الخاطئه. فانا عشان كده ان انا مش هخلي الطفل ده عايش في الخيال على طول، عشان ما نتحولش، انا بقى بشغل الوقت بتاعه. فالطفل لو انا مش موجوده معاه في البيت طول الوقت ممكن يعيش القصص والخيال وهو حاسس بالحرمان، مفيش تعاطف، مفيش عطف، مفيش اطمئنان، مفيش حتى سياسه اللي هو الاتصال الفعال، مش شرط كلام، انا سمعك كلام، لا طب ان انا اهديه، اسمعه لو هو متنرفز، طب ما عاقبوش على السلوك الوقت ده، لا دايما الاب والام لازم يدوروا هو السلوك الظاهر اللي حصل دلوقتي والخطا اللي حصل ده ايه السبب؟ مش ان انا اعاقب الحدث الفعلي دلوقتي. طيب دكتور ايمان، خلينا نتكلم، حضرتك دكتوره في علم النفس. تمام. ممكن تكوني بتحكي لي، يعني لو في اي ام سمعتنا انت بتحكي لي من واقع دراستك. لا مش شعارات، من واقع دراستك، فانت ممكن تكوني يعني دارسه النفس البشريه. لكن زمان خلينا نرجع كده لورا شويه، ايام الجدات والاجداد كان في تربيه، وكان ممكن يكون هما مش متعلمين بس كانوا بيربوا بقوامه وفي ايجابيه جدا في التربيه. تمام. ايه اللي خلى الزمن يختلف بين تربيه حتى بدون علم، وان هما النهارده بنقول للام حتى لو انت متعلمه فانت جاهله او غير مثقفه في تربيه طفلك؟ تمام. ايه الفرق بين الاجيال دي؟ سؤال حلو جدا، اشكرك، اشكر حضرتك عليه. نيجي الفرق، نيجي نفكر في حياتنا دلوقتي. هل ضغوط الحياه زي زمان؟ سياسه التواجد اللي احنا بنقول عليها، احنا متواجدين في بيوتنا ومنازلنا زي الاول؟ المشاغل بتاعتنا كترت، عصر التكنولوجيا اتطور، فهنلاقي ان الطفل دلوقتي هي اللي طبيعته اتغيرت برضه. يعني طبيعه الطفل دلوقتي اكثر نضوجا وذكاء عن زمان. طب هو هل الطفل كان زمان غبي؟ لا، تطور دلوقتي بقى خلى مدارك الطفل المعرفيه اوسع، ومدارك الطفل الاجتماعيه اكتر وبقت شائعه. كان زي دلوقتي في نوادي وبنروح ونتعرف ونعمل علاقات واصحاب وحاجات كتير قوي. طيب زمان مختلف. طيب التكنولوجيا اللي هو الموبايل والتابلت اللي في ايد الطفل على طول، هو دي يعني
سلاح ذو حدين. طبعا. فهو لو خدنا منها الفايده ده طور المدارك المعرفيه والذهنيه عند الطفل. طيب الجانب السلبي اللي هو اللي احنا فيه حاليا، سياسه العنف والسلب والعناد والمشاكل السلوكيه عند الاطفال، فهنلاقي ان الابهات والامهات زمان مداركهم الحلوه القيمه اللي كنا ما توسعوش ولا درسوا علم النفس، بس قدروا يحوطوا على البيت، كانوا قاعدين دايما يقول لك ايه دفء البيوت، الحنان والعطف وكده، فهنلاقي دلوقتي السياسه كلها لا، الحياه بقت عمليه اكتر، بقت الكسو ما فيهوش ريحه العواطف والحنيه للطفل. فنلاقي بنتعامل كأنه واحد كبير قصادي. فده اللي بينتج عنه السياسة الخاطئة. فدلوقتي تدارك ان هو التربية الإيجابية ايه؟ لا ده احنا نرجع لزمان. الايجابيات بتاعتك نرجع ايه؟ نرجع للاصول. نرجع من الاول. نرجع يا دكتور اكيد لسه لينا بقيه كلام، بس خلينا نخرج لفاصل نرجع مره ثانيه. هنخرج لفاصل مشاهدينا ونرجع مره ثانيه مع دكتور ايمان حسن، وهنشوف كيفيه تربيه الابناء تربيه ايجابيه بعد الفاصل. مره ثانيه مشاهدينا ولسه مستمرين في حديثنا مع دكتور ايمان حسن، دكتوره في علم النفس جامعه حلوان، والحديث عن التربيه الايجابيه للابناء. اهلا وسهلا بيكي مره ثانيه يا دكتور. دكتور يمكن قبل الفاصل حضرتك كنت بتقولي لي لازم التواجد، ويمكن اشرتي كثيرا للتواجد، التواجد داخل المنزل، ويمكن عقبتي كمان ان العلاقه زمان وان ازاي الاجداد قدروا يربوا بالتربيه دي لان كان في تواجد اكتر. مع طبعا تطور الحياه هي اللي غيرت كمان من سلوكيات الطفل. جميل. حديثا يمكن يقال، وفي بعض المقالات يمكن قريتها بتقول ان لو الطفل ما حسش باحضان الاب او الام ممكن ده يعمل عنده نوع من عدم التركيز حتى في المذاكره. من اكتر من 1400 سنه الرسول عليه الصلاه والسلام قال لاحد الصحابه هو بيشوفه يعني بيطبطب على الحسن والحسين، قال له ان انا عندي 10 من الابناء ان انا ما قبلتش حد قبل كده ولا اعرفهم يمكن كمان. فالرسول اوصى بده. فما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام من أكثر من 1400 عام وما يحقق من خلال العلم ويتم التحقق منه، وهو التواصل التواجدي بيننا وبين ولادنا. بيفرق في التركيز؟ بيفرق جدا حضرتك دلوقتي، إن هو لو أنا حسست الطفل بالاهتمام بيديله إحساس بالأمان والثقة. ان انا بعلمه على المدى البعيد ان انت تكون هادي، بيعمل له عمليه توازن نفسي، توازن عصبي ونفسي سلام، اللي احنا دلوقتي بنكبر ونقول انا في حاله سلام مع نفسي. عنده تقدير للذات. طب هو بيجي من ايه؟ من الصغر. انا حاسس بالامان والعطف، انا مش هدور عليهم في حاجه بره. عندي حاجات راسخه جوه نفسيتي، ان انا لو في اي مشكله تعرضت لها ان في حد مساند ليا. فده بيدي للطفل نقاط قوه. وليس ضعف. طيب اللي بيحصل بقى لو انا سياسه التواجد دي مش متواجده، او عدم الاحتضان للطفل او سماعه الانصات الفعال ليه، بيحصل ايه؟ ده بيبقى طفل مضطرب، مضطرب عصبيا، وبعد كده واحده واحده السلوكيات الخاطئه بتظهر. هل ظاهره العنف في المدارس بقى بيكسر بيخرب. طيب ما احنا نشوف ورا السلوك الظاهري ده ايه؟ يعني ممكن يكون العنف ده نوع من لفت النظر مثلا؟ في بعض الاطفال انت مش حاسس بيا ولا مهتم، فانا اظهرها لك بقى. يعني ايه عشان تلفت انتباه؟ يعني اللي بتوصله لنا الدراما ده الحاجات الحقيقيه، حاجات حقيقيه، ان هو الطفل ده فيه مشكله. ندور وراها ايه؟ طبعا. المشكله دي يا ترى في جانب، ان في بعض الابهات والامهات فاقدين معرفه ايه؟ ان ممكن يكون ولاده طفل جديد بقى ده كان مدلل شويه، لا بقى الاهتمام للتاني للاصغر، فهو بيترجمها بس هو الطفل الصغير المدارك بتاعته لسه صغيره، فبيترجمها ان هو مش مهتمين بيا. فبتبقى سياسه ان هو غيران. طيب او مثلا عدم الاهتمام، او الاب مش موجود او الام مش موجوده بعد ما كان ادوله عطف شويه، او الحس والانفصال، مشاكل الزوجيه الانفصال. ده كله بيعمل عمليه اضطراب للطفل، فبيبقى بيظهر بقى السلوك الخاطئ وسلوك السيء. فهنلاقي بقى ايه يظهرها لك باي نوع من انواع. يعني المشاكل السلوكيه دي بتغلب عليها بعد كده المشاكل النفسيه. الطفل بيبقى وقتيا دلوقتي يظهر لك بايه؟ بحركات وتصرفات خاطئه. طب انت ما التفتش، لا بيتجه اتجاه تاني، وده كله على اللاوعي بتاعه. بس هو من في الاساس
طب جربي حضرتك سياسة دايما ايه؟ لا الطفل العنيد لازم ان انا ما غذيش الانفعال بتاع الطفل. شوفي حضرتك ما غذيهوش، يعني ايه كلمة تغذيه يعني بانفعالي؟ ما انا دلوقتي اغذي انفعال الطفل ده بانفعالي انا، فانا انفعلت على انفعاله فبيزيد اكتر فبيعند اكتر. طب خليني كده هاخد حضرتك كده الجزئيه يمكن اتكلمنا فيها عن تربيه الاجداد، بس انا هنتقل بقى للتربيه الحديثه. تمام. بعيدا عن التربيه الايجابيه اللي حضرتك بتنادي بيها، اتكلم في موضوعنا النهارده. تمام. في بعض الاباء زي ما انت بتقولي ان هو ما يغذيش العصبيه بتاعت ابنه بان هو يتعصب. في بعض الابناء بيكون عندهم نوع من النصح، هم ناصحين شويه. أيوة فانا بعمل ده وانا متاكده ان هو مش هيرد عليا بده، فابتدى الطفل يدخل في مرحله التدليل. والاقي الطفل بعد كده ممكن يخطا في الاب او الام، يمد ايديه يضرب، وبنشوف ان الابهات والاباء والامهات بيبقوا فرحانين بالسلوكيات دي بالرغم انها سلوكيات خاطئه ما كانوش يجرؤوا ان هم يعملوها مع ابائهم. أيوة بيسمحوا بيها وبيعتبروها نوع من الديمقراطيه، او بيربي ابنه بتربيه جديده. في الاخر بلاقي الولد بيتعامل مع ابوه وامه مش كويس، ابتدى الولد يعني يتطاول عليهم سلوكيات كتير وعنف كتير داخل الاسره مع اخواته مع اهله مع ابوه مع امه. طب ازاي اقدر اوصل للهدوء اللي حضرتك بتقوليه، وان انا اوصل له المعلومه بشكل لطيف وفي نفس الوقت انا لا افرط في تربيته واوصله للشكل ده؟ تمام. يبقى هو مبدئيا لازم اكون فاهمه المرحله اللي انا بتعامل معاها. تمام. فيبقى دايما بننصح الاباء والامهات ان احنا دايما بندي زي نظام هم بيقروا حاجات او ورق او نصائح او كده، ان هم يعرفوا طبيعه المرحله. المرحله بتاعتك ايه؟ سن ما قبل المدرسه او المدرسه ولا المراهق ولا اصغر من كده؟ عشان ابقى انا فاهمه الطبيعه اللي انا هتعامل معاها ايه. تمام. كمان ان انا ما افرضش في التدليل قوي والمدح، لان دايما بيبقى انا هسمع للطفل كل مره واستجيب، يبقى انا كده مش هقدر عليه، هيبقى اناني هيتغلب عليا بعدين. تمام. طيب ما اقدرش، لازم يكون من الاول التربيه الحديثه اللي هي شامله حاجات كتير قوي، اللي هو على التطورات الطبيعيه والتكنولوجيا دلوقتي، ان انا اتعامل بسياسه ايه؟ ان انا ادي لحضرتك استجابه مره لكن ما اديش على طول. مره ومره لا، علشان يبقى عارف ان هو انا بربي فيه ان انا بعد كده عندي ظروف ممكن ان هو يتحمل. يقدر ان هو يبقى انسان مسؤول، انا بنمي فيه المسؤوليه. طب انا دلوقتي حتى لو انا معايا ما اقولوش، انا بس على الاقل ان انا مش حرمان، مره مره لا، علشان يتعود على اي ظروف وانه مجتمعها. دي نقطه. النقطه الثانيه ان انا في بعض الناس عشان تكبر دماغها الابهات والامهات من الزن بتاع الطفل يحقق له رغباته، وده اكبر الاخطاء. بس في مرحله من المراحل من العمر مفروض عدم التجاهل. بمعنى ايه؟ الطفل بتاع سن المدرسه والمراهق، المراهق دايما كل اسراره مع أصحابه بس. ليه؟ لأن طبيعة المرحلة التمرد، هو عايز يبقى مستقل بذاته. تمام. تمام. لكن سن المدرسة ده عايز مساندة، عايز تشجيع، عايز تحفيز، وعايز حد يبقى جنبه. لكن أنا لو أنا غضبانة منه وسياسة التجاهل، يبقى أنا كده ما حلتش، أنا بتجاهل الشخصية، فهو بيفضل يترتب جواه حاجات سلبية. فأنا عايزة واحدة واحدة إن أنا أسيب اللي هو يعبر عن شعوره، دي أول حاجة. سياسة التعبير زي الأغنية كان اللي مشخبط شخابيط دي حلوة جدا. ده بيطلع تنشن. ده على فكرة إن الرسم والألوان والتركيب الحاجات بتاع اللعب بتاع الأطفال والشخبطة دي مهمة جدا للفترة دي. ده بتفرغ الطاقة السلبية اللي التنشن، بتهدي الطفل. ده يعني ده نوع من أنواع العلاج واللعب. تمام. عشان كده بيبقى فيه لعب علاجي. فأدي حاجة. فأنا لازم أفهم طبيعة المرحلة، لازم ان انا اتعامل بذكاء بقى، لازم يكون في مدارك الاب والام عارفين، مش ان هم عندهم سياسه العقاب بس اول عن اخر. طب العقاب ده انت هتغير وقتي، لكن انا دلوقتي التربيه الحديثه او التربيه الايجابيه على المدى البعيد، المعتقد بتاع الطفل يتغير بس تدريجيا عشان يطلع شخصيه فعاله وشخصيه مسؤوله. طب دكتور ايمان قولي لي كده نصايح سريعه للام علشان تقدر يعني زي ما احنا قلنا في البدايه او من خلال كلامي قلت لحضرتك، هي ممكن تكون شخصيه متعلمه لكنها جاهله او غير مثقفه في تربيه ابنائها. ازاي الاب او الام ممكن يحصلوا على فكره التربيه الايجابيه، وازاي يبقى عندهم الوعي الكافي ان هم يربوا اولادهم تربيه سليمه؟ تمام يا فندم. اول حاجه بقى المعتقدات بتاعتنا ما تبقاش في العالي،
يعني الاب والام بلاش المثاليه قوي ان انا ابني ده لازم يبقى ايه وايه وايه والمثاليه، لا هو المثاليه مطلوبه، لكن ساعات بيبقى التوقعات بتاعتي بتبقى الاب والام عايزين ابني احسن واحد في الدنيا، ده مش غلط، بس الفكره ان حطي المتوقع على حسب قدرات الطفل اللي عندك. ما يكونش ان انا احط له عقبات وانا اوديه احباط. تمام. هو يعني انت شايفه قدرات ابنك كذا، خلاص ما اضغطش عليه ان هو لازم يجيب ايه، لازم يعمل ايه، لا كده يا فندم يبقى انا بعمل احباط نفسي للطفل، بوديه للفشل تدريجيا. تمام. يبقى المعتقدات والتوقعات تكون في حدود قدرات طفلك. طب تاني حاجه الانصات كويس قوي للمشكله، دي يعني اهم حاجه. ان انا دلوقتي في مشكله لو انا خدتها ظاهريا بانفعال من قبل ما اسمع بقيه الكلام، لا انا اشوف الجوانب المحيطه كلها واسمع. طيب في كمان ايه اللي هو التواصل الفعال حلو كده، المثابره والهدوء، وان انا امتى اعلي صوتي حده الصوت وامتى نظره العين والطبطبه في كل الاشكال، انا دي مهارات بنسميها مهارات تواصل، دي مهارات لازم تكتسبها الام والاب، لازم. وبعدين الابات والامهات يبقى يعرفوا فهم عالم الطفل وجميع مراحل النمو بتاعته. طبعا ده اكيد. تمام. أكيد. ويبقى الملاحظه وليس المراقبه، يعني خصوصا على الموبايل، علشان ما يكتسبوش سلوكيات خاطئه وسيئه من الموبايل والتابلت، فانا الاحظك واديك والحريه بس مع المتابعه، مش ان انا براقب الطفل. دي اهم إيه؟ حاجه يا دكتور، يمكن حضرتك ختمتي بيها الكلام وقلتي الملاحظه وليست المراقبه. احنا بنشكرك جدا دكتور ايمان حسن، انت كنت منورانا، ويا رب دايما بكل التوفيق، ونشكرك على المعلومات الجميله اللي اديتيها. شكرا.